ضغط أساسي من شركات المعادن إثر تراجع أسعار المعادن. عندنا أسهم مثل بي اتش بي بيلتن تسجل تراجعات، مقابل ذلك اتش اند ام على ارتفاع بعد مبيعات أفضل من التوقعات. وأيضا لا ننسى بأن هذه الأسواق اليوم متماسكة نسبيا بعد أسوأ أسبوع في 6 أسابيع سجلناها في الأسبوع المنصرم. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا وسهلا بك. ربما القصة هذه الأيام الأكبر هي في التراجعات المستمرة في عملات الأسواق الناشئة. من ناحية عندنا رفع الفيدرالي للفائدة المتوقع قبل نهاية العام، هذا بيرجع الأموال إلى الدولار الأمريكي، ومن ناحية أخرى عندنا خطوة الصين المفاجئة بتخفيض العملة اليوان. بالتالي هل تتوقع المزيد من الخسائر في دول الأسواق الناشئة، وهل تحذر من عملات معينة عند انكشاف أكبر على الصين؟ نعم، هلا في اول شيء من المهم الاشاره اليه من جديد مره اخرى، تحرك الصين يعتبر مره اخرى تحرك طبيعي، لكنه التحرك غير مألوف الذي كنا ننتظره على الاقل من الصين، كما انه ايضا تحرك على الاقل في بدايه لدخول الصين للاس دي ار او يعني الباسكت او لسله العملات العالميه. والدليل على ذلك انه صندوق النقد الدولي رحب بهذه التحركات من جديد، مع انه تم تاجيل النظر بدخول اليوان الصيني حتى العام المقبل. لكن هذه من جهه، العملات الدول الناشئة الآن الجميع مرة أخرى ونفس القصة من جديد، الجميع يسعر أن الفدرالي الأمريكي سيقوم برفع أسعار الفائدة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي نشهده الآن بأن يكون هناك في لدينا خسائر في كل العملات، على سواء إن كانت في الأسواق الآسيوية أو غيرها أو العملات الناشئة أو غيرها من العملات. اليوم قبل قليل شهدنا الآن مؤشر إمبار ستيت مانيفاكتشرينج إندكس، أو اللي هو مؤشر إمبار ستيت الصناعي، انخفض بأسوأ وتيرة له منذ العام 2009 ناقص 14، مع أن التوقعات كانت تشير لارتفاعه إلى حوالي 4.5 نقاط. هذا الشيء أيضا يقلل من توقعات رفع أسعار الفائدة، لكن الأسواق لن تتحرك بالاتجاه الصحيح وبشكل واضح قبل أن يكون هناك لدينا في حديث في سبتمبر بشكل واضح أنه لن يكون هناك في احتمالية رفع أسعار الفائدة. وحتى تخفيض قرار أو تخفيض قيمة اليوان الصيني يعتبر نوعا ما الجولدن إكسكيوز، أو اللي هو العذر الذهبي قد يكون للفيدرالي لعدم رفع أسعار الفائدة. وبالحالتين الولايات المتحدة الأمريكية ستستفيد من ضعف الدولار، والصين بنفس الوقت ستستفيد من ضعف اليوان. لذلك هذا الشيء قد يكون هناك لدينا نوعا ما حالة من يعني الإيجابية لكل الاثنين، لكن متى سنشهدها؟ غالبا في اجتماع سبتمبر، ليس قبل ذلك الوقت. لذلك باقي العملات الآن لا نعتقد أنه سيكون هناك لدينا خسائر أكبر، سوى بالرنجت الماليزي نوعا ما ممكن أن نشهد ذلك. نور الدين دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع الذهب، لأن تحركات الذهب مرتبطة بشكل أساسي مع توجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. نعم. أين ترى أنت اتجاه الذهب هذه الأيام؟ رقمين ذكرناهم منذ زمن ولازلنا عليهم نفس الشيء، الرقم 1087 ورقم 980. ال 1087 صبنا، لماذا 1087؟ لأنه مستوى التصحيح بعد 12 عام للارتفاعات التي شهدناها وصلنا إلى حوالي 1921، الآن قمنا بالتصحيح بواقع 50% اللي هي عند 1087 دولار. استقرت الأسعار عند تلك المستويات دون أي إغلاق يومي أو أسبوعي أو حتى شهري دون هذه المستويات، لذلك شهدنا عودة للارتفاع خلال الأيام الماضية نحو مستويات حوالي 1120 تقريبا. الآن المستوى الأهم هو 1140 دولار الذي يجب على الجميع الانتباه، لأنه هذا المستوى صمد على مدار سنتين. لذلك حتى أيضا بالمقارنة مع أرقام الفدرالي الأمريكي أو بالمقارنة مع اجتماع سبتمبر، من الممكن أن يتم الوصول إلى تلك المستويات بالفعل إذا ما تم مرة أخرى تأجيل رفع أسعار الفائدة، إلا فيما لو شهدنا بالفعل اختراق إلى ما دون مستويات أو كسر الـ 1087، هذا الشيء سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، لكن في الوقت الحالي هذا الشيء مستبعد. نور الدين أخيرا، توقعاتك لاتجاه أسعار النفط، الأسعار على المزيد من التراجع، كل العوامل حتى الأساسيات فيما يتعلق بالعرض والطلب تبقى ضاغطة على الأسعار، بالتالي توقعات بأن نرى المزيد من التراجع، أو بالأحرى يعني لا تعافي في المنظور القريب، خاصة أنه عندنا عوامل موسمية أخرى متعلقة ب يعني عمليات الصيانة على المصافي. هل أنت مع هذا الاتجاه؟ هل تتفق مع هذه التوقعات؟
هناك لدينا شيء مهم، مستويات يوم الجمعة الجيد كان في الموضوع أنه الأسعار استقرت على الأقل بخام غرب تكساس فوق مستويات 42 دولار، إلى الآن لم نشهد اختراقها، وحتى الصباح يعني لازلنا نشهد نوع من الانخفاض وعودة الارتفاع، لازلنا عند مستوى 42، مستوى 42 مهم جدا على المستوى الأسبوعي. الشيء المهم الآن أنه فيما لو لم نشهد تدخل من قبل أوبك لوقف انخفاض الأسعار بسبب مخاوف الذي قد يحصل من إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة، الشيء الوحيد الذي قد يدعم أسعار النفط في ذلك الوقت هو ضعف في الدولار الأمريكي، والذي بالنهاية سيكون هو من خلال جانت يلن. لذلك من جديد كانت الأمور في يونيو أفضل مما كنا عليه الآن، لأن الفيدرالي مرة أخرى أجل رفع أسعار الفائدة. الآن قد يحصل نفس السيناريو أنه في سبتمبر مع تأجيل رفع أسعار الفائدة، على الرغم من مخاوف إيران ومن الرغم من عدم وجود نوعا ما تدخل من قبل أوبك، هذا الشيء قد يساعد الأسعار. لذلك مستويات 42 مهمة جدا، ومن المهم أيضا والأهم من ذلك الانتظار حتى شهر سبتمبر. حتى ذلك الحين قد نشهد نوع من التداول في نطاق ضيق مرة أخرى، لكن اختراق مستويات 42 أو كسرها هذا الشيء سيفتح المجال لمزيد من الانخفاضات. من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع من بعده أيضا في